أبوها الإمام الحسين وأمها السيدة رباب ابنة امرؤ القيس بن عدي بن أوس سيد بني كلب. كان رجلا كان أميرا نصرانيا أسلم في عهد سيدنا عمر بن الخطاب وتزوجها الإمام الحسين بعد إسلام أبيها لأن بإسلام أبيها دخلت القبيلة كلها إلى الإسلام. والسيدة سكينة هي المولودة في 47 والمنتقلة في سنة 117 حضرت مع أبيها الإمام الحسين قربلاء وكان عمرها آنذاك 13 عاما وعندما رأت الجسد الشريف مسجع على الأرض ألقت بنفسها على جسد أبيها ولم يستطع جنود ابن زياد أن يخلصوها من الجسد إلا بصعوبة بالغة. السيدة سكينة كانت شاعرة أديبة ذواقة للشعر تحكم بين الشعراء وكان عندها صالون أدبي أنشا صالون في قريش في عصرها نعم. وكانت تعتبر هي سيدة المجتمع الحجازي الأول وكانت توفد على الكثير من الشعراء زي الفرزدق وجرير وكثير وجميل نعم يعني يقفون على بابها وتحكم وكانت تحكم بينهم كانت تحكم بينهم عندما يختلفون في خلال موسم الحج نعم. وكانت السيدة سكينة طبعا يعني أتت إلى مصر مع ستنا السيدة زينب بعد رحلة كربلاء إلى دمشق والعودة إلى المدينة ثم رجوعهم مرة أخرى إلى المدينة ولما خافت من زياد على ملكهم من السيدة زينب لأنها كانت تؤنب الناس وتقول لهم كيف تتركون بني أمية يفعلون ذلك بآل بيت النبي فقال لها اختاري لك بلدا من البلاد فاختارت مصر وأتت هي بقي من نساء آل البيت وسيدي علي زين العابدين الرجل الوحيد الذي تبقى من آل البيت آنذاك وكان يسمى آنذاك بآدم آل البيت لأن النسل الشريف له أتى بعد ذلك من سيدي علي زين العابدين أتى إلى وسقرة في الديار وظلت هنا وهذا المسجد كان خطر عادي إلى أن جاء سنة 1173 هجرية وبني المسجد وجدده أو بني القبر بني المقام ثم بنى عباس حلم الثاني المسجد وألحقه بالمقام في سنة 1266 وهذه تدل على ذلك لأن في نفس العهد أو في نفس الوقت فقال مقصورة أتقنت لله صنعتها تستوجب الشكر عند الله والناس تزيع همة منشيها مؤرخة من بعض طيب إحسان لعباس هي المنشأة في 1266 لأن هذه الحروف العربية لها أرقام إذا جمعنا هذه الأرقام كان الناتج 1266 من الهجرة. طبعا لها كرامات كثيرة ويأتي إليها الناس من جميع البلاد ومن جميع الأقطار يطلبونها فهي اسمها الحقيقي آمنة آمنة ولقبت بسكينة لأنها كانت تتصف بالسكينة والطمأنينة وكان الناس إذا أفزعهم أمر أو أصابهم خوف ينظرون إليها فيجدونها في كامل هدوئها وسكينتها فتطمئن القلوب برؤيتها فلقبت بسكينة القلوب رضي الله عنها وصلى الله على سيدنا المصطفى وهي الذي ذكر اسمها ولقبها في القرآن الكريم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم.